نحن هنا اليوم مجموعة من الأسرى المحررين، إخوة الأخ المجاهد خضر عدنان، قائدنا الوطني الكبير خضر عدنان الذي تعرض للاعتقال. المعادلة في المساس بقادتنا قد تغيرت، وعليه فإن أي مساس بحياة الشيخ خضر عدنان في حال تعرض للاعتقال الإداري وشرع في الإضراب عن الطعام ومس حياة الشيخ خضر عدنان أي سوء، نوجه رسالة عاجلة إلى هذا العدو. الشيخ خضر عدنان من أبرز قادة المقاومة، وتصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ زياد النخالي حفظه الله ورعاه واضح، إن اغتيال أي قائد فلسطيني من المقاومة الفلسطينية أو القادة الفلسطينيين سوف يكون الرد عليه بقصف تل أبيب مباشرة. رسالتي لهذا المحتل أنك قد منيت بالهزيمة في غزة، وبإذن الله رب العالمين قد جربت الشيخ خضر عدنان في الاعتقالات السابقة وفي الإضرابات السابقة، أكثر من 13 اعتقال تعرض لها الشيخ خضر عدنان خلال 10 إلى 11 سنوات السابقة. نقول لن يثنينا اعتقال الشيخ خضر عدنان عن الوقوف والمثابرة في أي فعالية تخرج دعما للأسرى والمسرى، وسنقف إلى جانب الشيخ خضر عدنان إذا ما قرر الإضراب وخوض الإضراب عن الطعام. دائما حبه للقدس بالخروج بمسيرات حاشدة يحشد لها من جنين ومن نابلس ومن رام الله ومن كل المناطق، هذا ألمت العدو الصهيوني، وهو دائما رافع الراية المقاومة الرافضة لهذا الاحتلال، هذا أصبح يؤلمهم. لم يحمل صاروخ ولم يحمل أي سلاح، لكن كان سلاحه فقط إرادته وتوعية الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. إن محاولة التعويض عن هذه الخسارة في الجولة الأخيرة من معركة سيف القدس هي محاولة لجراح انتصارات وهمية. هذا الاحتلال يجعل من الضفة الغربية فش غل كما يقولون، في كل تهدئة وفي كل حرب وفي كل مناسبة يتم اعتقال قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وغيرهم من الأخوة في حماس وغيرهم من الفصائل. الآن إذا فكرت دوائر الأمن الإسرائيلي الصهيوني أنه يمكن لملمة خساراتهم من خلال هذا الاعتقال فهم واهمون.